العذراء حبايبي، بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم، بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إله حدود. صحيح بنات العذراء بيني وبينكم، بس ما تقولوا لحدا. صحيح إنهم كتير، يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش 100% عن حالهم، وهم قاصدين هذا الإشي. يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم، وهذا الشيء مش عيب، بالعكس. بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوياء مهما كانت الصعوبات عندهم، فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام. ليش؟ لأنهم في ذاتهم، في داخلهم، إنه كل الأمور لها حل، ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح. فهذا أحلى شيء في برج العذراء. بنات برج العذراء مختلفين شوي عن شباب العذراء. الشباب كتير خلينا نقول مش روتينيين، لا، بس بحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصعدة، بحبوا الروتين. بنات العذراء لا، بتلاقيهم شوي هيك، شو بدي أقول، يعني مش مجنونة بنت العذراء، بس بتحب أحيانا هيك تنجن بكل دلع بكل حلاوة. وهذا اللي بحبب الشباب في بنت برج العذراء. طبعا حنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين، فيا رب إنه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة، وهم كتير قراب من القلب. صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب، من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي، لأنه في عندي كتير بيكون شغل وأمور بدي أخلصها، فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا، عم لا بسبوا كمان، يعني إنه ليه ما عم تسألي عنا، ليه ما. فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم، بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية. هذا أحلى شيء أنا بحبه في برج العذراء، وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح. حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا، إذا خسر عادي جدا، وفي كل لياقة وبكل حياة، بكل يعني شو بيحكوها، بكل روح رياضية، ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم. وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية. شهر 4، شهر 4 كان في تقريبا، أو شهر 3، 3 4 هذا اللي مبين، إنه كان في جرح كبير عند برج العذراء، ويمكن هذا الجرح كان موجود من البداية، لكن يعني كبر كتير بشهر 4. وبشهر 5 صار في عندهم تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية. من الناس اللي يعني من أقل الناس اللي صار في عندهم انفصال، أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان في زواج. الناس المتزوجين هم العذراء، لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة، حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء، فهم بضلهم مستحملينه، بضلهم، مع انه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم. يعني هم من الناس الجذابين جدا برج العذراء، الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم. هم برج العذراء من أحلى الأبراج، لكن أحيانا اللي بيصير إنه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير إنه الطرف الآخر بتملكهم، فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل، إنه برج العذراء خلص ما حيت
خلى عني. وهذا الاشي يا جماعة العذراء بدكم تحاولوا تغيروه فيكم. طبعا ما بقول عن الكل، لكن خلينا نحكي 60-70% منهم، وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الامور تماما. عندي صديقة برج العذراء، يعني زوجها ابدا مو منيح معاها، عم بتروح على شغلها، هو ترك شغله، عم تصرف عليه. هذا الشيء مش عيب ابدا، انا ما عم بقول انه ما نوقف مع الطرف الثاني، لكن هو سيء اساسا معاها، وهو عم يعمل علاقات ثانية مع بنات ثانيين خارج هذا الزواج، لكن هي بتعرف وبتضلها بدها تستمر بهذا الموضوع. فأنا دائما يعني ضدها في هذا الشيء، ودائما بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة. برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلش حياتك. حياتك حظك حلو كتير 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 الفترة الجاي، في فرص كتير، ما ترجع للقديم. القديم كتير سيء بالنسبة إليك، كومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك. لذلك إذا لسه ما بعدت عنه، أنا بنصحك تبعد عن هذا الشخص، لأنه بمثابة سم في حياتك، حتى في شغلك عم يتدخل. على فكرة هذا هاي العلاقة السيئة، الطاقة السلبية أثرت حتى مش بس بالعاطفة، وأثر عليك في عملك، وأنت من الناس اللي عندك العمل نمبر 2 طبعا، على حساب أنه العاطفة نمبر 1 عند العذراء، لأنه من الناس اللي كتير رومانسيين وكتير بيحبوا حالة الحب نفسها. يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب، هو بيحب يحسس حاله أو بيحب حالة الحب نفسها. لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص، أحيانا بيكون مش حبا فيه، مش لأنه هم مش قادرين يعيشوا بلا، لا، بس لأنهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب، ما بيحبوا يطلعوا منها، ما بيحبوا يكونوا لحالهم على الصعيد العاطفي، بيحب دائما انه يتدلع هيك برج العذراء ويدلع، وشاطرين يعني هم اكثر ناس شاطرين في الحب او اعطاء الحب للطرف الثاني. نصيحتي كمان مرة بقولها لكم انه تخففوا شوي، حلوة التضحية كرمال الطرف الآخر كتير حلو، لكن هذا الاشي لازم انت كمان تاخد تضحية، وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام، وكله الا الخيانة يا جماعة الخير. بنت العذراء ما تضلك مع شخص يخونك، كتير تكررت معاي بالقراءات الخاصة يلي عم يبعتولي انه بيقولوا لا انا بدي اضلني معه. طب ليش بدك تضلي معه؟ انت في فرص كتير بالفترة الجاي، في كتير فرص وسعادة. اذا انت تركتي هذا الشخص، شوفوا هذا البطاقتين فوق بعض، شرط يعني شرط، اذا تركتي هذا الشخص انت في سعادة كبيرة بالفترة الجاي، لانه حتلاقي شخص بيناسبك تماما وبقدر الحب اللي انت عم تعطيه. فلذلك انا بقول لك ارتاحي وريحي امورك، في شخص عم بيراقبك من بعيد، لكن هو حاسس انه في بحياتك شخص، انا عم بقول للعزاب، في شخص بحياتك، لذلك هو مبعد شوي هاي الفترة. لكن بمجرد انه يلاقيك انت وحيدة او خلص بدون علاقات، يتقدم لك هذا الشخص، وعلى فكرة قلبه كتير صافي، ويمكن يكون غني، ممكن يكون غني لدرجة كبيرة على فكرة، وهذا الشيء حلو كمان شغلت يعني، وقلبه صافي، فشو بدك أحلى من هيك؟ هذا بالنسبة للعاطفة. بالنسبة للعمل حتحقق نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل، وفي حلم أو في فكرة مشروع كذا كنت كتير حابة إنك تعمليه وعم بتأخر. أنا دائما بحكي للبنات، بس يا شباب ما تزعلوا مني، لأنه أغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي، فمتعودة إنه أحكي بصيغة إنه
للبنت، بس أنا قصدي للشاب وللبنت من برج العذراء. طبعا في كان عندك برج العذراء، في كان عندك فكرة مشروع نواة، بس أنت واقف، يعني بدك تقدم خطوة. لا، بدي أتراجع. أنا بقول لك اقدم على هاي الخطوة، لأنه حتكون ناجحة إلك ومنيحة لإلك 100%، يعني حتكون في مكان، حتلاقي حالك في مكان تاني، في وفرة مالية كبيرة مبينة بالأوراق. لذلك بلش هاي الفكرة، ابعد عن هذا الشخص، اطلع حواليك منيح، اهتم بكل اللي حواليك، ما تطنش أبدا ولا أي تفصيلة. الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه، يلي قلبه طيب، يلي معاه فلوس كتير، هو جاي بالطريق، فأنت رح تكون ماسكه بإيديك ورجليك. وهاي نصيحتي إلك، مش عشان الفلوس، مش عشان الغني، لا طبعا، بس لأنه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي أنت بتستاهله. طبعا برج العذراء، استنوني بقراءة تفصيلية، لأنه هاي قراءة عامة لثلاث أشهر، ما معقول أنه تكون يعني تمشي معاكم 100%. استنوني بالفيديوهات التفصيلية، شهرية أو أسبوعية على حسب الفضاوة طبعا.